مساء الخير يا شباب، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ انا اسمي ساره الفخراني، معيده في قسم الفسيولوجي. اوكي، وان شاء الله احنا هنرجع معاكم جزء الاكزامينشن اوف سنسوري سيستم. طبعا زي ما انتم عارفين الجزء العملي بتاع النيورولوجي هو عباره عن سنسوري سيستم والموتور سيستم والكرينيال نيرفز وكمان الجزء بتاع السبيشال سنسز الاير اند ذا اي. فانا هراجع معاكم جزء الايه اكزامينشن اوف ذا سنسوري سيستم. جميل. طبعا انتوا عارفين ان الامتحان كده كده هيبقى على الكمبيوتر، فبالتالي مش هيبقى فيه جزء عملي هتعملوه على بعضكم يعني، ولكن انا وانا بتكلم هراجع برضو معاكم بسرعه ازاي كل سنسيشن بيتعمل. طيب، طالما الامتحان هيبقى على الكمبيوتر يبقى الامتحان ده هيبقى زي ما قلنا، هيبقى في الأغلبية هيبقى عبارة عن صور. اوكي، هجيب لكم صور وكل صورة عليها سؤال. السؤال اللي على الصورة ده ممكن يكون في هيئة MCQ choose، او ممكن يكون حاجة complete، يعني اسألك سؤال وعايزاك بس تجاوبني بكلمة او كلمتين بالكتير قوي قوي قوي، مش هيتزيد عن كده. فواحنا ماشيين ان شاء الله مع كل sensation انا هقول لكم ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي على صور كل sensation. طبعا لو انتوا فاكرين كنا بنقول ان عشان انا اعمل examination لاي sensation، اوكي، number one لازم اشرح الاول حاجة التست ده هيتعمل ازاي للpatient. لازم الاول اشرح للpatient هعمل التست ده ازاي. اوكي، وطبعا زي التاني نقطة احنا كنا اتفقنا كل examination في sensory system لازم الpatient يكون مغمض عينيه. طبعا وانا بفهمه ازاي التست هيتعمل لازم الاول اوريه احساس السنسيشن ده، يعني مثلا لو انا هبتدي اعمل له بين سنسيشن لازم اوري له احساس الدبوس. طيب هوري له احساس الدبوس ده فين؟ في الفورهيد. هحط الدبوس كده عنده عند الفورهيد بتاعته واقول له حاسس الاحساس ده ولا لا. طبعا هو فاتح عينيه وقبل ما ابتدي الاكزامينشن خالص. حلو. بعد كده لما نيجي نبتدي الاكزامينشن زي ما اتفقنا العين مغمض عينيه، وانا هبتدي for example ال examination بتاع ال sensation الفلانية دي هبتدي مثلا اعملها في ال right limb. جميل. خلاص، يبقى بعد ما خلصت ال right limb لازم اشتغل على ال left limb. يعني انا مثلا ابتديت اعمله في ال right arm وخلصت ال right arm مثلا لازم اعمله على الناحية التانية ال left. يبقى انا بنساش لازم اعمل both sides of the body. دي حاجة. الحاجة التانية لازم ابقى عارفة وانا بشتغل ان انا بمشي ديستالي وبعد كده ببروسيد بروكسيمالي، ببتدي من تحت ايه لفوق. يعني مثلا بالنسبه للرايت ليب لازم الاول ابتدي الفينجرز الهاند الريست وهكذا لحد ما اطلع لحد فوق. طيب هو انا بعمل، هو انا فور اكزامبل لو بعمل بين سنسيشن هل هشك البيشنت في مناطق معينة؟ أيوة، أنا مفروض بشكه في حتة اسمها ديرماتومز. في كده ديرماتومز متقسمة، الجسم كله عندي متقسم للسيرتن ديرماتومز. أوكي، فأنا بشكه في الديرماتومز دي. هل أنتوا عليكم تعرفوا إيه الديرماتومز دي بالتفصيل؟ لا، كل بس اللي عليك تعرفه إن أنت وبتعمل examination لو في نقطة أو حتة البيشنت قالك فيها إن هو مش حاسس يبقى لازم تعمل mapping للحتة دي، يعني تعرف المنطقة دي فين، وزي كده بتعمل كأنك تعمل عليها بوينت او مابينج عشان تعرف حدودها فين او الدرماتوم اني درماتوم هو اللي فيه مشكله. زي ما اتفقنا انا بعمل الاكزامينشن اكوردنج للدرماتومز ايه بتاعتي. طيب ايه المفروض نعرفه في السنسوري اكزامينشن او الصور هتيجي في ايه على ايه؟ هم السنسوري اكزامينشن عندي بينقسم الى اربع اقسام. الجزء الاولاني هو السوبرفيشال سنسيشن، والسوبرفيشال سنسيشن ده بينكلود sensations تحتيه اللي هم البين والتمبرتشر، وحاجة اسمها tactile mechanoreceptive sensations اللي هم اللايت تاتش والتو بوينت discrimination. ده أول جزئية. الجزئية التانية عندي هو الديب sensation، والديب sensation ده بينقسم إلى أول حاجة joint movement and position، تاني حاجة الفايبريشن sense، وتالت حاجة البريشر sense. الكاتيجوري التالتة في السنسوري examination عندي حاجة اسمها الستيريوجنوزس، والكاتيجوري الرابعة حاجة اسمها الرومبرجز تيست. فاحنا هنبتدي كده ناخد الكاتيجوري الاولانيه اللي هي superficial sensation. اول حاجه في superficial زي ما قلنا هنتكلم عن البين sensation. زي ما اتفقنا البين sensation ده بستخدم اول حاجه، صحيح اول حاجه هستخدم ايه الاكويبمنت، ايه الحاجه اللي هستخدمها عشان اكزامن البين؟ بستخدم اللي هو الايه البين، بين اللي هو الايه الدبوس. جميل. اول حاجه والعيان مفتح عينيه هشرح له التست بيتعمل ازاي وهوري له احساس الدبوس ده في الفورهيد. بعد كده طبعا هيغمض عينيه وابتدي انا مثلا ابتدي اشكه بالدبوس. فور اكزامبل
هبتدي معاه مثلا في ال fingers أو ال right hand، فهشكه مثلا في الدرماتوم الفلاني وأقول له هي حاسس ولا لأ، يقول لي حاسس، جميل، يبقى proceed للدرماتوم اللي بعده، يقول لي حاسس، وهكذا. وزي ما قلنا بنمشي distal و بنبتدي distal ونمشي proximally، وبعد ما بخلص ناحية بشتغل على الناحية التانية. حلو، ده كده ايه تذكرة بس ازاي بنعمل التست. انا في الامتحان هجيب لك الصور دي. For example نبتدي الاول، طبعا انا مش هجيب لك الصورة اللي هي الاديكو الشمال دي اللي هي بتاعة الابيض واسود، لا انا مش هجيب صورة ابيض واسود يعني، بس دي بنوريها لكم عشان نوريكم الايه ان احنا بنعمل الاكزامينيشن بالايه بالبن. بصوا هو عامة مش لازم يكون دبوس، بس هو انا يهمني البن سنسيشن ده لازم يتعامل باي حاجة، اي object ليها sharp end، فاحنا ما بنقول البين او الدبوس اللي ده اشهر حاجه ليها شارب اند، فعشان كده بنقول احنا بنستخدم ايه البين. وممكن بقى يجي لكم اللي هي الصوره اللي على ايديكم اليمين دي، اللي هي بصراحه مش باينه قوي ده الانسترومنت ده بين ولا ايه، بس هي ايه في الامتحان لما جت لكم المنظر ده يبقى ده على طول بين سنسيشن. ايه تاني صورتين كمان يوضحوا لكم شويه البين، يمكن اللي على اليمين دي اوضح شويه باين فيها الدبوس اهو، اللي عديكو الشمال ايه ده، اهي دبوس، اي حاجة ليها sharp end اللي هو ايه اشهر حاجة عندي هو الدبوس او البن. حلو، انا جبت لك مثلا صورة من الصور دول، ايه الاسئلة اللي ممكن اسألها لك بقى عليه؟ Number one ممكن اقول لك اول حاجة identify the sensation examined in this picture، ايه هو sensation ده او what's the type of sensation examined in the following picture، هتقول لي ده الاجابة pain، pain sensation. طب تاني سؤال بقى ايه، ممكن اسألك what is the equipment او ال instrument used to examine such sensation، ايه ال equipment ال instrument اللي بستخدمها في ال pain sensation، هو قول له ال pain دبوس، او لو عايز تقول مثلا الاجابة any object having a sharp end ماشي، بس الاسهل انك تقول على طول ال pain اللي هو الايه الدبوس. طبعا زي ما اتفقنا الاسئلة دي هتيجي اما في صورة MCQ او حاجة complete بسيطة، تكتب لي بس one سؤال كده mention، تكتب لي بس في كلمة او كلمتين بالكتير. ايه تاني كمان، طبعا السؤال المهم يسألك ما هي what's the tract that transmits this type of pain، طبعا مين اللي بيشيل ال pain sensation، هو ال anterolateral spinothalamic tract. او ممكن يجي بصورة تانية يقولك مثلا طيب if the sensation in this picture is lost، لو ال sensation ده lost which tract is being damaged، ايه التراكت اللي هيبقى فيها مشكله او اللي هيبقى فيها ليجن، تقول له والله اللي هتبقى التراكت اللي فيها دامج او ليجن هي الانترو لاترال سباينو ثلاميك تراكت. ممكن مثلا يسالك طيب يقول لك ايه mention another sensation which is also transmitted by the same tract as the sensation in the picture، قول له ايه، يقول لك ايه قول لي sensation كمان بيتشال بنفس التراكت زي sensation اللي عندك في البيكتشر، مفيش غيره temperature، احنا كنا متفقين مفيش غير ال pain وال temperature هما الاتنين، جميل، بيتشالوا بنفس التراكت اللي هي ال anterolateral spinothalamic tract. حلو، ممكن بقى اسألك سؤال تاني يقولك مثلا mention another type of superficial sensation، قولي superficial sensation تاني غير اللي في الصورة، عندنا ال temperature، عندنا ال light touch، عندنا ال two point discrimination، اي واحد من دول هيبقى صح. ساعات كنا بنقول ما تنسوش ان البين والتمبرتشر، لو انا مثلا اديت للبيشنت اعمل له البين سنسيشن والراجل طلع نورمال وحاسس وكل حاجه، فيسالك سؤال طب هل انا محتاجه بقى اكمل واعمل التمبرتشر سنسيشن؟ لا مش محتاجه اكمل التمبرتشر سنسيشن، لانه وانس البين عنده طلع حلو كويس ونورمال وحاسس انا مش محتاجه اعمل التمبرتشر سنسيشن، لان هما الاثنين كده كده بيتشالوا بنفس التراكت، فلو البين اتنقل يبقى خلاص، يبقى ده معناه ان الانترولاترال سبينوثلاميك تراكت دي سليمه وانا مش محتاجه اكمل واعمل التمبرتشر سنسيشن. ده كده بالنسبه للبين. نيجي بقى نشوف تاني سوبرفيشال سنسيشن عندي هي سنسيشن. على فكره صيغه الاسئله بتتغير، سوري الصيغة نفسها مش بتتغير، هي إيه نفس اسطمبة الأسئلة بس إحنا إيه هنموديفاي أكوردنج للصورة اللي عندي. طيب نيجي للتمبريتشر سنسيشن، التمبريتشر سنسيشن كنا متفقين إن أنا بستخدم فيها تيست تيوب، بجيب تيست تيوب فيها كولد ووتر وأجيب تيست تيوب فيها ورم ووتر مية دافية، واحدة فيها مية ساقعة واحدة فيها مية دافية، وقبل ما ابتدي والعلم فتح عينيه بشرح له التيست بيتعمل إزاي وأوريله إحساس الكولد ووتر والورم ووتر دي على الفور هات. وصل العيان هيغمض عينيه هبتدي اعمل تيستينج للتمبريتشر سنسيشن، ابتدي بقى في الهاند وابتدي اشتغل زي ما قلنا على الدرماتومز اللي احنا عارفينها،
واقول له بقى هنا ايه مثلا، هستخدم هلمسه اول مره مثلا بالتيوب اللي فيها ورم ووتر، فهساله انت حاسس هنا ورم ولا كولد ووتر، يقول لي ورم، تمام اوكي وهكذا. وانا بقى ماشيه بتستن في كل درماتوم والتاني، وماشيه بدي ديستر وماشيه بروكسيمال، ممكن ان انا ابتدي الترنيت ما بين التست تيوبس، يعني مش لازم اشتغل الاول بالتست تيوب الورم اللي فيها ورم ووتر واخلص مثلا الليمب ده وبعدين اشتغل بالكولد ووتر، لا احنا هنقعد نبدل، مره احسسه مثلا بالتست تيوب ورم ووتر ومره بالكولد ووتر، او مثلا 3 مرات ورم مره كولد. يبقى المهم ايه، ابتدي اعمل ايه، الترنيشن. اوكي تمام، العيان مفيش مشكله بيدنتيفاي دي ورم ولا كولد ووتر، خلصت زي ما قلت انا هشتغل على الناحيه التانية. و كنت عايزه اقول لكم حاجه كمان صحيح، ما تنساش في اي سنسيشن بعد ما خلصت الابر لمب، ما ننساش لازم نطبق الكلام ده على اللور لمب، يعني مش بس ان انا بشتغل يمين وشمال وابتدي ديستل وامشي بروكسيمال، ما انساش بعد ما اخلص مثلا الابر لمب لازم انزل كمان واكمل على اللور لمب. دي كده نيجي بقى نشوف السعصور تمبرشر سنسيشن. سهله، انت اول ما هتلاقي تيست تيوب في الصوره شكرا هتقول لي، هتعرف على طول ان ده تمبرشر سنسيشن، زي الصوره دي، الصوره دي فيها تيوب هيبقى ده على طول تمبرشر سنسيشن، الصوره دي نفس الكلام التيوب دي ايه تمبرشر سنسيشن على طول. فطبعا اول سؤال هيجي في الاكزام هقول لك وات از ذا سنسيشن او ايدنتيفاي ذا سنسيشن ان ذا فولوينج بيكتشر، هتقول لي دي temperature sensation. السؤال الثاني، طيب ايه هو ال what is the instrument او equipment used تمام to examine this type of sensation، زي ما احنا قلنا بستخدم ايه، two test tubes one containing warm water and the other one is containing cold water، صح، two test tube one containing warm water and the other containing cold water. ايه السؤال نفسه لازم هسألك على التراكت، which tract transmits this type of sensation، هتقول لي ال anterolateral spinothalamic tract. طيب السؤال اللي بعد كده، if this type of sensation is lost which tract is damaged، او اقول لك مثلا where do you expect to find the lesion، هتقول لي والله التراكت الدامج او lesion هيبقى expecting ان انا عندي مشكلة في ايه، ال anterolateral spinothalamic tract. حلو، ايه كمان ما اقول لك، زي ما اتفقنا برضو ما قلنا قبل كده، mention another sensation which is transmitted by the same tract as the sensation in the picture، مين نفس السنسيشن بتشال بنفس التراكت، مين، البين، هتقولي البين sensation. بس واخر بقى سؤال مثلا ممكن يقول لك mention another type of superficial sensation، هتقول له مثلا pain او light touch او 2-point discrimination. طبعا السؤال الواحد مش هيجي عليها كل الاسئله اللي بقولها، هيجي منها سؤال او اتنين من الحاجات اللي انا بقولها. كده خلصنا التمبرتشر سنسيشن، وخلصنا اكشلي التو سنسيشنز اللي الوحيد اللي بيتشالوا بالانترولاترال سباينوثلاميك تراكت. من ساعه بقى وانا داخله كل سنسيشن او اي حاجه تانية هقولها في السنسوري سيستم، كل الحاجات دي بتتشال بمين، بالتراكت او السيستم التاني اللي هو الدورسال كول. الجزء ابتدت عندي في superficial sensation اللي هو التاكتايل مكانن ريسبتيف سنسيشنز، قلنا هم اتنين لايت تاتش و 2 بوينت ديسكريميشن. نبتدي باللايت تاتش، عشان اكزامن اللايت تاتش انا بحتاج ايه، مجرد بس بيس اوف كوتن، او ساعات يعني في ناس بتجيب فرشه كده براش تمام، يكون الهير بتاعها الشراشيب بتاعتها فاين ناعمه ونشتغل بيها، فممكن بيس اوف كوتن ماشي، او ممكن ساعات بفاين هير براش، بس هو الاغلب ان انا بستخدم طبعا الافيلبل اكتر هي البيس اوف كوتن. طيب طبعا بوري الاول الاحساس البيس اوف كوتن دي على الفور هيد بتاعت العيان قبل ما ابتدي، وبعد كده ابتدي هو مغمض عينيه والمسه طبعا في الدربتومز اللي احنا عارفينها، واقول له حاسس ولا لا. طبعا هنا وانا باكزامن اللاين تاتش البيس اوف كوتن دي يا دوبك بقى ايه جنتل تاتش، يعني يا دوبك بس بمسح كده على السكين بتاع العيان، مش ايه، مش بقى ابلاي بريشر، انا مش بضغط بال، يعني ما اضغطش بحته القطنه على السكين، لا، لان كده معناها ان انا مش بعمل كده خالص. دونت، ما تعملش دونت ابلاي بريشر، ما تضغطش بالبيس اوف كوتن على السكين بتاع البيشنت، هي بتبقى مجرد بس ايه تاتش بسيط، جنتل تاتش كده، واقول له حاسس ولا لا. خلصت ناحيه، ادخل في الناحيه الاخرى، خلصت الابر ليمب ادخل على اللور ليمب. نبص بقى نشوف الصور بتاعه اللي ممكن تيجي على اللايت تاتش. الرفيعه دي
جيب لك بيس اوف كوتن كده اتخن حبتين، مفيش مشكله. انت وانس هتعرف من اللايت تاتش اي بيس اوف كوتن اهي في الصوره شويه اللي على ايدك اليمين او على ايدك الشمال. بيس اوف اول ما هتشوف حته قطنه في الصوره، شكرا ده اكزامينشن، ده ايه ده، على طول لايت تاتش. زي كده ما اتفقنا، قلنا في التمبرتشر اول ما هتشوف تيوب على طول ده ايه تمبرتشر سنسيشن. هنا اول ما تشوف حته قطنه في الصوره على طول ده هيبقى ايه لايت تاتش. يبقى الاسئله نفس الكلام، واحد identify type of sensation in the picture، هتقول لي light touch. طيب قول لي ايه الاكويبمنت او الانسترومنت used to do such examination. زي ما اتفقنا اللايت تاتش بنستخدم ايه، البيس اوف كوتن حته قطنه. عايز تقول مثلا ممكن فاين هير براش، ماشي، بس هو الاسهل ايه البيس اوف كوتن. الحاجه الثالثه السؤال المهم، من التراكت، ايه التراكت اللي بتشيل اللايت تاتش؟ تمام، هتقول لي ايه التراكت، التراكت ترانسميتنج ذيس تايب اوف سنسيشن، طبعا هي مين، هي الدورسال كولن، او يجي بشكل تاني if this sensation is lost يبقى any tract هي اللي damage او any tract هي اللي فيها lesion، هتقول لي برضه الدورسال كولن. ممكن بقى اقول لك سؤال، mention another sensation which is transmitted by the same tract as the sensation in the picture. يعني قول لي sensation كمان بيتشال بنفس التراكت اللي هي الدورسال كولن زي اللايت تاتش. مين؟ اي حاجه بقى، ال 2 point discrimination، جميل، او اي حاجه من الديب سنسيشن، سواء كانت joint position and movement pressure sense vibration sense، اي حاجه من دول الدورسال كولن بتشيلها. بس خد بالك بقى، انا ممكن احدد لك في الامتحان، انا اقول لك mention another superficial sensation transmitted by the same tract as light touch، أو يعني as the sensation shown in the picture. أنا محددة، أنا عايزة superficial sensation تانية هي اللي تتشال بنفس التراكت. يبقى الإجابة هي حاجة واحدة هي اللي صح، هي ال two point discrimination. جميل؟ لأن الباقي اللي أنا قلتهم دول deep sensation. فناخد بالنا، هو محدد لي عايز another sensation ومحددش هي superficial ولا deep، بتتشال بنفس التراكت. اوكي، لو ما حددتش اكتب اللي عايز، 2 point discrimination joint position and movement vibration pressure and so on. لما لو حدد لك superficial يبقى لازم تقول لي ايه ال 2 point discrimination هي الاجابه الوحيده الصح. طبعا اخر سؤال ممكن يجي، mention another type of superficial sensation that you know، اي حاجه بقى البين التمبرتشر 2 point discrimination. ده بالنسبة للتايت تاتش، وهو أول واحد في التاكتايل ميكانو ريسبتيف سنسيشن. ممكن برضه صحيح احتياطي يقول لك mention another tactile ميكانو ريسبتيف سنسيشن، مين تاني غير اللايت تاتش؟ مفيش غيره، هو ال 2 point discrimination. نيجي بقى ال 2 point احنا قاعدين نتكلم عليه كتير. هو اصلا بس السلايد دي مكتوبه عشان نقول يعني ايه 2 point discrimination، ليك تعرف يعني ايه انا بعمل ايه. اول حاجه هي فكره ال 2 point discrimination ان انا بجيب اي instrument، اي اداه، الاداه دي لازم يكون ليها 2 ends، بحيث ان انا اقدر اتحكم ان ال 2 ends دي اقدر اجيبهم قريب من بعض قوي او ان انا ابعدهم عن بعض قوي. يعني لازم تكون ايه اداه flexible بحيث ال 2 ends اقدر ايه ابعدهم عن بعض او اقربهم من بعض. طيب يعني ايه بقى 2 point discrimination؟ 2 point discrimination معناه ان انا هابلاي 2 stimuli، طبعا 2 touch stimuli للpatient، يعني انا هلمسه بال 2 ends بتاعت الاداه دي. طيب انا عايز اعرف بقى لما انا لمسته بال 2 ends او 2 touch stimuli دي، هل هو هي perceive ال stimuli دي ك 1 point of touch ولا ك 2 points of touch؟ يبقى هي دي الفكرة، أنا هلمس العيان بالـ 2 ends بتاعت الـ instrument. طب أنا عايز أعرف هو هيحس إن أنا هو إن أنا لمسته بـ 2 ends أو 2 points ولا إن أنا لمسته بـ 1 point؟ هي دي فكرة الـ 2 point discrimination. طبعا هي بتفرق في إيه؟ هي بتفرق في المسافة اللي أنا سبتها ما بين الـ 2 ends بتاعت الأداة دي. ليه؟ لأن أنا عندي في كل حتة في جسمي فيه threshold معين عشان الشخص ده يحس بـ 2 points. اوكي، يعني مثلا ناخد فور اكزامبل، لو انا هعمل التست ده في الفينجر تيبس بتاعته، انا في الفينجر تيبس قال لك ان لازم عشان العيان يحس تو تاتش ستيمولاي على ان هي تو بوينتس اوف تاتش، لازم يكون المسافه بين التو اندز بتاعه الاداه اللي انت هتستخدمها تكون ايه، 2 لازم تكون 2 اقل حاجه 2 مليمتر. يعني انا لو فتحتها ال 2 انز 2 مليمتر
ده هيحسها على ان هي ايه 2 points of touch. لو جيت مثلا في منطقة زي الباك او الشولدرز، لا ده انا الباك او الشولدر لازم تكون المسافة بين التو اندز بتاعت الاداة دي 65 مللي، علشان البيشنت ده يبرسيف دو يبرسيف التو اندز as a 2 points of touch. ايه بقى الفكرة؟ الفكرة ان انا عندي في الفينجر تيبس انا عندي كمية touch receptors هائلة، عندي كمية touch receptors كتيرة جدا 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 جدا، وبالتالي هيبقى المسافة بين كل touch receptor والتاني قليل قوي لان هما كتير، على عكس في الشولدرز او الباك انا عندي كمية touch receptors قليلة جدا، فبالتالي المسافة ما بين كل touch receptor والتاني بتبقى كبيرة اللي هي زي ما قلنا عليها 65 مللي. نيجي بقى نشوف نعمل ايه في التست زي ما اتفقنا. بستخدم ايه الاداه اللي ممكن استخدمها؟ اولا ممكن تستخدم كومبس البرجل اللي كنا بنستخدمه في الايه في الماث في الثانوي. البرجل ده سهل، تو اندز اقدر اتحكم فيه مفتاحهم واقفلهم. ممكن استخدم فورسبس، ما هو الفورسبس الاند بتاعته اقدر اتحكم فيه اني اقفلها او افتحها. في بقى بيقول لك ممكن تستخدم كاليبر او حاجه اسمها اوبن بيبر كاليبر زي الايه زي الدبوس ده اللي احنا بنقفل بيه الورق، ممكن انا افتحه واعمل تو اندز. ما علينا، هو الاسهل ايه برجل او فورسبس. برضو بوريه اول عين فاتح النيل، اول بوريه احساس التو اندز دي في الفور هاند، وبعد كده ابتدي ايه اشتغل وهو مغمض يعني. طيب يعني انا زي ما قلنا انا وانا هبتدي زي ما قلنا في الفينجر تيبس لازم عشان المسافه تكون 2 ملم عشان يحس التو اندز على انها 2 بوينتس اوف تاتش. وانا بقى شغاله يعني هلمسه بالتو اندز دي واقول له حاسسها نقطة ولا نقطتين، يقول لي مثلا حاسس نقطتين. حلو، ابتدي مثلا اقفل الاداة واقفل البرجل شوية واسأله هي حاسس نقطة ولا نقطتين، يقول لي حاسس نقطتين. اقفل شوية كمان يقول لي ها، اقول له حاسس نقطة ولا نقطتين، يقول لي حاسس نقطة. يبقى كده تمام. ممكن بقى بالعكس ان انا ابتدي بالبرجل ضيق وبعدين يعني مثلا ابتدي في مسافه اقل من 2 مليمتر واقول له حاسس ولا، يقول لي حاسس ايه نقطه واحده، وابتدي افتحه جرادولي لحد ما ان هو حاسس نقطتين يعني وهكذا. ساعات بقى ايه في الكتاب مكتوب عندكم اللي هي النقطه رقم 5 اللي في قدامنا هنا اللي هي alternate irregularly with one point touch، يعني ممكن وانا شغاله المسه ب 1 by 1 end بس بدل 2 ends واقول له حاسس نقطه ولا نقطتين يعني. ما علينا، ممكن برضو نعمل ايه دي في النص. يمني بقى نشوف ايه صور ال 2 point discrimination اللي ممكن تجي لنا في الامتحان. اولا الصوره اللي فوق مثلا او ده ايه شبه البرجل او حاجه ليها 2 ends، ونفس الكلام الصوره اللي تحت اهي ادي 2 ends. انا مثلا الصوره اللي فوق جايبها لكم على الفينجر تيبس، هنا على الشولدر حطها، هنا مثلا حطها الصوره اللي تحت على الشولدر. فانت خلصت الكلام، اي صوره هتلاقي ان انا مستخدمه في الاكزامينشن اداه ليها 2 ends، يبقى شكرا ده على طول مين ال 2 point discrimination. يعني دي مثلا صوره اهي ابيض واسود، طبعا هنجيب لكم حاجات الوان بس دي يعني محطوطه فور شراس ديمونستريشن. ادي اهو الصوره اهي اهو ده برجل اهو حاجه زي البرجل اهو الكومبس ليها 2 ends اهو. هنا مثلا دي مش باين، دي مثلا باينه ان هي لحد ما ده زي فورسبس هو الدكتور مستخدم. ونفس الكلام ايه الاسئله اللي ممكن تيجي؟ نمبر 1 identify sensation in the picture، تقول لي ايه على طول 2 point discrimination طالما شفت اداه ليها 2 ends. ممكن يسالك what's the equipment او instrument that can be used، ايه اللي انا بستخدمها هنا؟ زي ما قلنا ممكن تقول له كومبس برجل، او ممكن اقول له ايه فورسبس، او ممكن تقول زي ما مكتوب عندكم في الكتاب اوبن بيبر كاليبر. ماشي كله ده صح. السؤال اللي بعدها منشن ايه التراكت ترانسميتنج ذس تايب اوف سنسيشن، حبيبتنا مين الدورس القانم، او يسالك لو السنسيشن ده لوست ويتش تراكت از بينج دامجد اور ويتش اور وير وود يو اكسبكت ذا ليجن تو بي، تقول له والله الليجن فين دورسال كولم باث واي او سيستم. يسألك مثلا يقول لك mention another sensation transmitted by this same tract at the sensation in the picture، قول طالما هنا ما حددش superficial ولا deep قول له اي حاجة، dim light touch proprioception أو joint position and movement pressure vibration كل ده تمام. لو حدد mention another superficial sensation transmitted by the same tract يبقى لازم تقول له مين light touch فقط، هي اللي دي اللي هتكون الإجابة الصح. يسألك مثلا mention بقى another type of superficial sensation that you know، أي بقى superficial طرف like touch pain temperature وهكذا.
برضه خد بالك، لو ممكن يقول لك قول لي another mention another tactile mechano receptive sensation، هتقول له مين؟ مفيش غيره مكان receptive تاني غير او tactile، هو مين؟ ال light touch. حلو الكلام دي. برضه هنا بفكركم بحكايه البوينتس، ان انا في الباك لازم التو بوينتس او الانس بتاعه الاداه تكون المسافه ما بينهم اتليست 65 ملم، عشان البيشنت تو perceive them على ان هم two points. وعلى في الفينجر تيبس لازم تكون المسافة 2 ملم، عشان البيشنت يحس زي ما قلنا ال two ends دي على انها two points of touch. وزي ما قلنا ليه المسافات كده فرقة بين الفينجرز والباك، لان الفينجرز عدد الريسبتورز touch receptors فيها هائل، انما على الباك العدد والشولدرز العدد ال touch receptors بيبقى قليل قوي، والمسافة دي زي ما قلنا هي ال threshold. كده خلصنا مين؟ كده خلصنا السوبرفيشال سنسيشن كلها. نيجي مين بقى؟ الديب سنسيشن. وزي ما اتفقنا الديب سنسيشن هما ثلاثة، هنبتدي واحد اللي بقول عليه joint movement and position. ما تنساش ان joint movement and position ليها اسمين تانيين عشان انا شفتهم في الامتحان. ليها اسمها تاني اسمه proprioception، والاسم ده مشهور قوي proprioception دي، او اسم كمان اللي هو conscious kinesthetic kinesthetic sensation. يعني انت في الامتحان لو جبت لك صوره لي وقلت لي ان ده proprioception sensation هحسبها صح. اي حاجه بقى، اي اسم من الثلاثه، سواء joint movement and position او proprioception او conscious kinesthetic sensation او sorry conscious kinesthetic sensation. طيب بنعمله ازاي كده سريعا، وبعد كده نقول لكم ونوريكم الصور. طبعا اول حاجه انت والعيان مفتح عينيه، هتمسكه في أي جوينت. يعني مثلا ناخد أي بقى حاجة، نبتدي يعني مثلا بالفينكوس عشان نبتدي من تحت، تبتدي عنده بالانترفالنجال جوينت. لازم الأول قبل ما تبتدي لازم تثبت الجوينت، اوكي؟ يبقى لازم الأول أثبت الجوينت بصباعي الاتنين، وبعد كده صباعه ده وعقلة صباعه دي هبتدي أفهمه بقى. هقول له بص كده أنا حركتها، وكده معناها الحركة لفوق، وكده معناها الحركة لتحت. يعني انت في الاول بتفهمه الايه الدنيا هتمشي ازاي، وبعد كده تخليه يقفل عينه وتثبت بايه بصبعينك الاثنين الانترفالنجال جوينت، وتحرك له بعضه الصبع. اول ما اول سؤال تساله ها انا كده حركته ولا لا، ما انت كده بتشوف الايه البوزيشن، سوري اسفه، بتشوف الموفمنت، عقله الصبع اتحركت ولا لا. عايز تعرف بقى البوزيشن، تروح مثلا محركه لفوق وتسأله هل أنا كده حركته لفوق ولا لتحت، أو تحركه لتحت وبعدين تسأله هل كده أنا حركته لفوق ولا لتحت. يبقى أول حاجة movement اتحرك ولا لا، position اتحرك لفوق ولا لتحت، ولازم أي joint يكون متثبت. بعد ما أخلص همشي بقى أكمل، ابتديت distal أكمل proximal، خلصت الناحية أروح للناحية التانية، خلصت ال upper limb أمشي على ال lower limb. نيجي بقى نبص إيه كده إيه في الصور. اهي ادي الصوره على طول، انت هتشوف ادي منظر اهو التثبيت اللي انا قلت لكم عليه، ان هو مثبته من فوق او بالصبعين وبالصبعين التانيين بيحركوا. فانت بالمنظر ده في الامتحان هتشوفه وتقول لي على طول ده proprioception او joint movement and position. ايه كمان صور اهو، هنا مثلا بيجرب في مين؟ بيجرب joint movement and position فين؟ في الثمب. ايه على vibration. نرجع تاني ونقول ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي في الصور الـ joint movement and position. طبعا اول حاجة identify sensation، زي ما قلنا هتكتب joint movement and position صح، كتبت proprioception صح، كتبت conscious kinesthetic sensation صح، التلاتة صح. طيب هنا بقى في سؤال equipment، هنا هسألك mention the track transmitting this type of sensation، او لو الـ sensation دي lost انهي track هتتضرب، قلنا ايه dorsal column. قال لك مثلا mention another sensation وما حددش دي ديب، ها ما حددش دي ديب ولا superficial that can be transmitted by the same track. قول بقى اي حاجه، البريشر، الفايبريشن، اللايت تاتش، التو بوينت ديسكريميشن، مفيش اي مشكله. ولكن لو حددت لك mention another deep sensation transmitted by the same track as the sensation in the picture، لازم تقول لي يا بريشر يا مين يا فايبريشن. لو قلت لايت تاتش غلط، لان اللايت تاتش دي superficial وانا محدد لك ان هي مين deep sensation. أو يسألك mention another type of deep sensation that you know، لو ما فيش غيرهم يا ال vibration sense يا ايه يا ال pressure sense. جميل، ندخل على vibration sense. بص بقى ال vibration sense هنا
انا بستخدم ايه الاداه اللي بستخدمها؟ تيونينج فورك اللي هي 108 اللي هي 128 هرتز تيونينج فورك. بعمل ايه؟ ولا حاجه، انا بخبط التيونينج فورك على مثلا على اي سطح قدامي، وبعد كده بالتيب بتاعتها بحطها على الفورهيد بتاع البيشنت عشان يحس قبل ما نبتدي خالص السنس اوف فايبريشن. بعد كده وهو مغمض عينه هعمل ايه؟ برضو هخبط التيونينج فورك تاني على اي سطح قدامي، وبالتيب بتاعتها هحطها فين بقى؟ هحطها على اي بوني بروميننس في الجسم. يبقى خد بالك الفايبريشن عشان اعمل له اكزامينشن لازم احط التيونينج فورك على بوني بروميننس. اي بقى بوني بروميننس عندي؟ اي بقى جوين عندي؟ عندي الالبو، عندي الريست، عندنا فتحت مثلا الباتيلا او يعني الني، عندي في الانكل الميديا الماليولاري، عايز اطلع شويه عندي الانتيرير سوبيريور الياك سباين، السباينس بروسيس نفسها ما هي بوني بروميننس. ايفن احطها على احط تيونينج فورك على الكلافيكل على اي ايه بوني بروميننس. اوكي مساله عيان ولا حاجه، انا بحط تيونينج فورك بقول له انت حاسس فايبريشن ولا مش حاسس فايبريشن؟ بس حلو، اللي حاسس فايبريشن يبقى هو حلو زي الفل. وزي ما قلنا خلصت ناحيه اخش على الثانيه، خلصت ابر ليم هنزل على اللور ليم. شوف بقى الصور اللي ممكن تيجي. سهلة بصراحة، نفس الكلام دي، هتعرف منين الفايبريشن سنس؟ هعرفها بالتيونينج فورك. شفت التيونينج فورك في الصورة؟ شكرا، ده فايبريشن سنس. زي انا مثلا اهو انا حطه على الانترفالينجر جوينت، ماشي صح. ايه تاني صور؟ اهو هنا مثلا في صورة حطيت لك على الانترفالينجر جوينت اللي في الهان، الناحية التانية حطيت لك مثلا التيونينج فورك على مين؟ على الميديال ماليولاي. برضه هنا نفس الكلام، حطيت لي التيونينج فورك على تحت على الانترفالينجر جوينت. يبقى انت في الصوره شكرا شفت تيونينج فورك، سلام عليكم، ده فايبريشن سنس. يبقى اول سؤال ايدنتيفاي تايب اوف سنسيشن ان ذا بيكتشر، تقول لي فايبريشن سنس. ايه الاكويبمنت او الانسترومنت يوزد؟ تقول لي اول حاجه تيونينج فورك، شكرا تيونينج فورك. عايز تزود وتقول ان احنا بنستخدم 128 هرتز فايبريشن او يعني تيونينج فورك، ماشي مفيش مشكله. لو قلت تيونينج فورك بس الحمد لله هنقول صح. عايز تزود 128 هرتز، ماشي. السؤال اللي بعد كده يقول لك ايه هي insights اللي بنعمل فيها ال vibration sense، where do we do this examination، او يعني ايه insights اللي بعمل فيها ال sensation دي؟ زي ما قلنا انا بعمله over any over any bony prominence. هتقول له كده في الاجابه over any bony prominence، دي example مثلا عند القلب عند الريست وهكذا. يبقى تقول له بعمله over any bony prominence for example الالبو او الريست او النيو وهكذا. السؤال الشهير mention the tract transmitting this type of sensation، او لو ال sensation ده is lost any tract بتتضرب، هتقول له على طول الدورسال كولم. يقول لي مثلا mention another sensation وما حددش هي مين، that can be transmitted by the same tract. اي حاجه، ال pressure بيتشال بنفس التراكت، ال proprioception بنفس التراكت، ال light touch، 2 point discrimination. لو حدد وقال لك ايه هي، قول لي another deep sensation transmitted by the same tract، يبقى لازم تقول له تحدد لي بقى، تقول له يا pressure يا proprioception او joint movement and position. لو قلت له حاجه من superficial هتبقى غلط. بس هو mention another type of deep sensation that you know، قول له بقى pressure sense joint movement and position and so on. يجي بقى مين على ال pressure sense؟ ال pressure sense ده هو ال sense ان انا عايز اعرف هل العيان هيقدر you distinguish ال weights الاوزان، you distinguish اوزان مختلفة، هي دي الفكرة. فانا هنا بستخدم ايه؟ metal rings زي اللي شفتوها في السكشن، ممكن على بس اي كده ماتل رينج، اي حاجه مدوره كده معدن بستخدمها، بس اكون جايبه ايه يعني ممكن اجيب احجام كتيره او ممكن اجيب ماتل رينجز كتيره وانا بقى اتصرف في الايه في الاحجام بتاعتها. المهم هو العيان مفتح عينه، هحط له مثلا شويه ماتل رينجز، مثلا حطيت له اول مره في ايده 2 ماتل رينجز، هقول له ايه؟ بوريه احساس الحاجه الايه الخفيفه. طيب وبعد كده اروح مثلا حاطه بتاع 10 متر رينجز بحيث اوريه احساس الحاجه التقيله. وبعد كده وهو مغمض عينيه هبتدي بقى البونز بتاعته احط
والله ممكن بقى نشتغل ايه كل بالم لوحده، يعني مثلا على البالم اليمين ابتدي احط له مثلا 1 متر رين، بقول له ايه، ها حاسس حاجه ايدك تقيله، حاجه خفيفه ولا حاجه تقيله، يقول لي حاجه خفيفه، وبعدين اقوم حاطه له مثلا 7 متر رينجز، فاقول له حاسس حاجه تقلت ولا خفت، يقول لي لا تقلت، جميل، واشيل مثلا حبه اقول له ها كده خفت ولا لا، وبعد ما اخلص البالم ده اشتغل على البالم التاني. يبقى هي دي الفكره، انك بتحط في ايده شويه ماتر رينجز وانت تتحكم بقى في عدد الماتر رينجز اللي انت هتحطهم، بحيث يقول لك ها انا حاسس كده هما كده الرينجز خفاف، او ان الشيله ايه على البالم بتاعه تقلت. جميل، بس ما ننساش في التست ده، طالما هشتغل على البالم لازم تكون ايديه مسنوده على اي ابر، يعني لازم تكون الارمز بتاعته او الفور ارمز بتاعته مسنوده على ايه، سندهم على ترابيزه مثلا. اوكي تمام، نيجي نبص على الصور. برضو الصور الماتيرينجز هتتعرف بالصوره، اهو المنظر ده واحد بالم اهو ايديه، وانا حاطه عليه كذا ايه، حاطه عليه ويت، هنا انا حاطه عليه كذا ماتيرينج. طيب ممكن حد يقول لي مثلا ان انا ممكن اتلخبط في الصوره بينها وبين الستيريوجنوتس، ما هو الستيريوجنوتس هجيب لك برضو ايد ومحطوط عليها ايه اوبجكت. لا، لو انا في الستيريوجنوتس مش هجيب لك كذا هي اوبجكت واحده محطوطه في ايدي، انما انا هنا لو انتوا طلع او يعني هحط لك مثلا كوين، مش هجيب لك شكل ماتر رينج. هنا لو انتوا بتلاحظين هتعرفوا ازاي ان هي بريشر، ان انا حاطه له 3 ماتر رينجز في الصوره. جميل، ايوه، مش حاطه له مثلا ماتر رينج واحده، لا انا حاطه له 3 ماتر رينجز. لازم بريشر سنس عشان يجي، لازم الصوره يكون ان انا حاطه له اي ويت او اي يعني ماتر رينج مدور اي حاجه معدن، بس يكون انا حاطه له كذا واحده فوق بعض عشان تعرف ان دي بريشر سنس. جميل، لان انا لو جبت لك حاجه واحده ماترينج واحده محطوط، لما انت ممكن تقول لي ستيريوجنوزس وتتلخبط، لا انا بريشر سنس لازم، لا عشان تقول بريشر سنس لازم هجيب لك ماترينج كذا واحده محطوطه في الفالم بتاعك. هنا مثلا 3 ماترينجز محطوطين، يبقى ده على طول ايه بريشر سنس عشان ما حدش يطلعه. نفس بقى الاسئله، ايدنتيفاي سنسيشن تقول بريشر سنس، ايه الاداه الاكويبمنت اللي بستخدمها والانسترومنت هتقول بستخدم ايه، matter rings different matter rings. جميل، او ممكن تقول matter rings of different weights، والله يبقى حلو قوي، بس لو قلت different matter rings صح. ات ايه التراكت اللي بتشيلها او مين، برضو dorsal column، لو السنسيشن ده اتضرب اني تراكت هتبقى affected dorsal column. mention another deep sensation transmitted by the same tract، هتقول له والله ممكن ال vibration وممكن ال proprioception. لو ما حددتش ان هي ديب سنسيشن، قال لك اي سنسيشن تاني بتتشال بنفس التراك، قول له ممكن تقول ماي تاش، وصح تو بوينت ديسكريميشن صح. بس يقول لك ماتش انذر تايب اوف ديب سنسيشن، مفيش غيرهم، يا الفايبريشن يا الايه يا البروبريو سيكشن. حلوه، خلصنا اول تو كاتيجوريز كبار اللي هم مين، سوبرفيشال سنسيشن والديب سنسيشن. خش بقى على كاتيجوري كده مع نفسها اسمها الستيريو جنوزس. ستيريو جنوزس دي سهله، تعمل ايه، هتجيب اي familiar object، يعني اي object البيشنت عارفه، قلم مثلا، مفتاح، كوين مثلا، فلوس، اي حاجه familiar object للعيان ده، وهتعمل ايه وهو مغمض عينيه، هتحط الاوبجكت دي في ايده وتساله ايه الاوبجكت اللي انت حاسسها في ايدك دي. هنا بقى طبعا في الستيريوجنوزس مش الاول وهو مفتح عينيه هوريه الاوبجكت، طبعا لا، ده لازم الاوبجكت اللي حطها في ايده ما يكونش هو شافها قبل ما انا احطها في ايديه. جميل، يبقى هو على طول اقول له غمض عينك واجيب اي حاجه كده، مفتاح، قلم، او حاجه احطه في ايده ويقول لي ايه اللي هو يدنتيفاي الاوبجكت دي. جميل، طيب وهنريكورد الريسبونس. هيقول لي مثلا الريسبونس يعني ان هو قال لي ان اديته قلم، وقال لي ده قلم، يبقى كده ايه هو زي الفل. في بقى كلمتين عايزين نقولهم في الستيريوجنوزس. اول حاجه، في حاجه اسمها كلمه اسمها ا ستيريوجنوزس، يعني هي كلمه الستيريوجنوزس وانا زودت في اولها ايه، دي معناها ايه، لو ما اقول ايه ا ستيريوجنوزس دي معناها ان الشخص ده ما قدرش يدنتيفاي الفاميليير اوبجكت ده اللي انا حطيته في ايده. او بقى نقول بالانجلش، هي استيريوجنوزس از ذا ان ابيليتي تو ايدنتيفاي فاميليير اوبجكتس باي تاتش. جميل، اسمها ايه استيريوجنوزس، عشان بنسال فيها كتير قوي في الامتحان. الحاجه الثانيه لازم تعرفوها على الاستيريوجنوزس، ان الاستيريوجنوزس دي از ا كورتيكال سنسيشن، بمعنى طبعا كده كده الاستيريوجنوزس دي سنسيشن، فعشان السنسيشن تتنقل للكورتكس لازم التراكتس عندي تكون سليمة.
التراكت الباقي عندي كلها سواء دورسال كولنا وانترو لاترال سبانو ثلامك تراكت تكون ايه سليمه، وكمان لازم يكون الكورتكس سليم. بمعنى لو انا عندي التراكس دي شغاله ولكن الكورتكس عندي اللي هو السوماتو سنسوري كورتكس فيه مشكله، هل العيان هيقدر تو ايدنتيفاي فاميليار اوبجكتس؟ لا مش هيقدر، بس بالرغم من ان التراكس شغاله بس الكورتكس مش شغال، في ازمه. عشان كده بقول دي كورتيكال سنسيشن، بمعنى ان السنسيشن دي انا محتاجه تراكتس علشان تنقلها للكورتكس، بس عشان العيان يعرف الفاميليار اوبجكت دي لازم يحصل انتجريشن في السوماتو سنسوري كورتكس. ما هو طبعا ليه؟ لان هو هيعرف ازاي ان انا مثلا حطيت في ايده فان، ما هو لازم الاول يبتدي يلمسه ولازم يحصل انتجريشن بالويت بتاعه، الملمس بتاعه and so on. فما تنساش تريجنوزس دي sensation لازم يحصل لها integration في الصوماتوسنسري كورتكس، يعني لازم الصوماتوسنسري كورتكس يكون سليم intact علشان العيان ده يقدر to identify familiar object. حتى في جملة في الآخر هي بقول if it occurs، يعني لو الاستريجنوزس حصل while other sensations are intact، يعني other sensations intact يعني التراكس شغالة زي الفل ولكن still في استريجنوزس، يبقى ده معناه this indicates that there is a lesion in the cortex. mainly لازم تحدد لي بقى في الامتحان، انتوا امتحنتوا نظري، there is a lesion in the somatosensory cortex، لذا مفيش integration حصل. شوف الأول الصورة الممكن، أنا حاطة قلم هنا دول ممكن تاني. ايه بقى الاسئله اللي ممكن تيجي على الستريجنوز؟ طبعا اجيب لك الصوره اقول لك what is the sense identify sensation على طول examined، دي هتقول لي ستريجنوز. السؤال التاني اسالك طب ايه الايكويبمنت او الانسترومنت اللي انا اقدر استخدمها to do such to examine such sense؟ احنا قلنا هتكتب لي في الامتحان الاجابه any familiar object to the patient، اي object familiar to the patient كان شافها قبل كده اتعرف عليها قبل كده، يبقى دي الإجابة في الاستريجنوزس. إيه الأداة اللي بستخدمها؟ هتقول لي any familiar object to the patient. السؤال اللي بعد كده ممكن أقول لك طيب inability to identify familiar objects by touch is known as، وحط لك نقط، يبقى هتقول لي it's known as إيه؟ إحنا لسه قايلين inability to identify familiar objects مين؟ اسمها a، تقول كاتب لي الكلمة استريجنوزس وقبليها إيه؟ اللي هي الأ استريجنوزس. السؤال بقى اللي مهم بقى اللي بعده اقول لك طب if this sensation is lost what does this indicate، او if this sensation is lost where do you expect the lesion to be، يعني ال lesion دي ممكن تكون فين، او ده معناه ان ال sensation دي is lost، ده معناه ان انا عندي ال lesion in the somatosensory cortex. مهم قوي الستريجنوزس، مفيش امتحان ما بيجيش فيه ستريجنوزس، فالمهم قوي تعرف inability to identify familiar objects by touch اسمها astigmatism، ولو الاستيجنوزس ده is lost ده معناه ان انا عندي lesion فين، عندي مشكله او lesion في الصوماتوسنسري كورتيك. ها دي النقطه دي. نخش على الكاتيجوري الرابعه اللي هو مين؟ رومبرجز تيست. برضه رومبرجز تيست دي من الحاجات المشهوره اللي بتيجي، زي ما احنا عارفين الرومبرجز تيست. الرومبرج تيست ده ايه فكرته؟ فكرة الرومبرج تيست دي ان انا عايزة اشوف الدورسال كولون بتاعتي باثوي شغال ولا لا. الرومبرج تيست زي ما انتوا عرفتوا في السكشن بيعتمد على حاجة اسمها البالانس، ability to maintain balance. انا اي حد فينا ربنا خلقه في حاجات عندي بجسمي بتخليني امنتين البالانس وانا واقفة او وانا ماشية، اللي هم مين؟ اول حاجة البروبريوسبشن طبعا، الجويت موفمنت اند بوزيشن. الحاجة التانية الفيستيبولر فانكشن اللي هو يعني الجزء بقى الفيستيبول والحاجات اللي انتوا اخدتوها في المحاضرة بتاعتها، زائد عينيا او الفيجن. طيب انا عندي ثلاثة دول ربنا خلقيني بيهم، لو واحد منهم اتضرب، واحد بس منهم اتضرب ستيل البالانس هيبقى مينتيند، يبقى انا من الثلاثة دول انا محتاجة فقط اتنين منهم علشان امينتين البالانس بتاعي. بس ما انساش انه تمام، يبقى كده انا عندي ثلاثة systems proprioception vestibular function vision ربنا خليني بيهم عشان امنتين البالانس بتاعي التوازن بتاعي. لو واحد منهم اتضرب مفيش اي مشكله ستيل البالانس بتاعي هيبقى منتين، لان انا محتاجه بس منهم اتنين مش لازم التالت. حلو الكلام، حلو. شوف بقى صوره الرومبرجز عمل ازاي. انتوا عارفين الرومبرجز تيست بوقف العيان بحيث ايديه
تكون لمسه جسمه وقافل رجليه ويكون واقف طبعا ومغمض عينه، وانا واقفه وراه ومحوطه ايدي حواليه علشان افرض هو وقع اقوم انا ايه سانداه. جميل. يبقى هشوف لو العيان ده وقع يبقى ده هقول عليه بوزيتيف رومبرج تيست، لو ما وقعش يبقى ده نيجاتيف رومبرج تيست. خش في الصوره، كل صوره هقول لك ايدنتيفاي ذا تيست، تقول لي ذس از اي رومبرج تيست. حاجه ثانيه هقول لك اف ذا بيشنت فولد، لو العيان او مش بنقول كده، هقول لك لو التست اف ذا تيست از بوزيتيف وات كود بي ذا كوز. لو التست ده طلع بوزيتيف ايه ممكن يكون الكوز؟ انا لسه قايله ده معناه ان عندي سنسوري اتاكسيا، يبقى تقوم كاتب لي الكوزز بتاعت السنسوري اتاكسيا. يعني هتقولي مثلا الكوز ممكن يكون وات كود بي ذا كوز، لو قلت لك منشن مثلا قولي كوز واحد، قول اي واحد بقى سواء دورسال كولومن ليجن، وده ممكن تقول لي بقى ديو تو تيومر اور كورد كومبريشن باي هيرنييتد ديسك، او تقول لي بريفرال نيوروباثي از ان دايابيتس ميليتس. لو قلت لك منشن تو كوزز يبقى تقول لي دورسال كولومن ليجن زي ديو تو تيومر اور كورد كومبريشن، ولازم تقول لي الكوز التاني اللي هو بريفرال نيوروباثي فور اكزامبل ديو تو دايابيتس ميليتس. يبقى المهم في الرومبرج تيست الصوره عشان تو ايدنتيفاي ذا تيست، ما هي اسباب البوزيتيف رومبرج تيست اللي انا قايلاها في السلايد هنا. اوكي طبعا ثانكس فور listening بصراحه، وربنا معاكم في الامتحان، وان شاء الله مش هيخرج جزء السنسوري سيستم عن اللي انا قلته. شكرا.